بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. معكم الأستاذ الدكتور عدلي حسن إمام عمار، الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية التربية جامعة عين شمس، والحاصل على جائزتين، إحداهما جائزة الأستاذ الدكتور لطيف الحوطي، وذلك في عام 2001، ثم بعد ذلك في 2002 حصلت على جائزة البحوث الممتازة لجامعة عين شمس بفضل الله تعالى، ثم بعد ذلك بسنة في 2003 حصلت على الأستاذية. وكنت من قبل قد سافرت إلى بواتي بفرنسا، جامعة بواتي بفرنسا، للحصول على الدكتوراه بنظام الإشراف المشترك مع جامعة القاهرة. في 2003 حصلت على الدرجة والحمد لله، ثم بعد ذلك نشرت خلال الفترة ما بين تخرجي أو حصولي على الدكتوراه أو الماجستير، وفترة دي خدت فيها حوالي 60 بحث منشور في مجلات ودوريات عالمية بفضل الله تعالى. ده مجمل الإنتاج العلمي الخاص بي حتى الآن، وكانت وتخصصي طبعا هو في مجال الأغشية الرقيقة التي تطبيقاتها مباشرة في الخلايا الشمسية. وطبعا احنا عارفين الخلايا الشمسية الآن هي لغة العصر، ولسه المؤتمر بتاع المناخ خلصان، شفنا فيه الناس الطاقة الجديدة والمتجددة منها الخلايا الشمسية. دور جامعة عين شمس في دعم البحث العلمي كان دورا مميزا، إذ أن الجامعة تبنت الباحثين وتبنت النشر الدولي وعملت له مكافآت للناس اللي هم بنشروا نشر دولي كان بتكافئهم، وأيضا اللي كان بينشروا كتب كانت برضو بتكافئهم. لا أنسى أن أنا برضو عندي كتاب منشور في مجلة ألمانية باللغة الإنجليزية ولله الحمد. فدور الجامعة كان دور رائد ومميز في مساندة الباحثين والبحث العلمي. رسالتي إلى الشباب أنهم بإذن الله تعالى يتحلوا بالصبر ويتحلوا بالمثابرة، إن البحث العلمي يعني أنا واحد من الناس كنت لما في الماجستير كنت ببات في معملي، يعني لابد من الصبر والمثابرة للباحثين. طبعا خلاني حصلت على جائزة متميزة أو أكتر من جائزة متميزة هو إن أنا كنت دايما أختار الموضوع الأبديتد على أساس أني لما أنافس مع زملائي تبقى المنافسة أبقى ضامن أن أنا إن شاء الله أحصل على المركز الأول أو أحصل على الجائزة الخاصة بهذا. وأخيرا وليس آخرا بشكر جامعتي جامعة عين شمس، بشكر كليتي كلية التربية جامعة عين شمس، بشكر معملي ومدرسة البحثية في الأغشية الرقيقة في معمل الأستاذ الدكتور محمود النحاس، ومن قبله الأستاذ الدكتور رحمه الله الأستاذ الدكتور الشاذلي عليه رحمة الله. كل هؤلاء علمونا وقادونا إلى معرفة كيف يتم عمل بحث علمي متميز. شكرا للجميع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.